شو هاد؟ وسخة كمان هذا وسخ. ليش مو غاسلينون؟ مو معقولة هيك يا بنت. ليش ماني غاسلة تيابي؟ شو بدي ألبس أنا هلأ؟ يا الله بابا رح أتأخر على دوامي. شوفي شو بدك اليوم. لا تتأخر لأنه بكرة عنا شغل كتير. أوف لا تفوتيني بقصص مالي فيها. خلص روحي من وشي. حليها أنت. ما معنا وقت وبكرة الراتب. عجد؟ ليش إجا آخر الشهر؟ أي. يا محتالة عم ترابي إما تستلم راتبي؟ رح نروح بكرة نستلمه سوا. ليش؟ يعني أنا ما بعرف روح لحالي وإسحبه؟ شو نسيان إنه إلنا 3 شهور ما دفعنا فاتورة المي؟ بلشت الطلبات. الكل عيونه على هالكم ليرة اللي باخدهم. كل واحد منكم عنده طلباته وقاعد عم يستنى أخذ الراتب. ما بيهمكن إذا أبوكم محتاج هالمصاري ولا لا. أنا عم بلبس بلوزة أخوكي لأنه ما معي مصاري. بابا استنى، وفيت دينك للزلمة يلي إجا مبارح المساء؟ قالوا له معك مصاري. ما وفيته. يلعن هالحظ، ماله معي أي شيء. ما رح أعطيه ولا فرنك. خلاني اشتغل ليل نهار بعدين ضحك علي وما أعطاني كل إجرتي. نحن بحاجة هالمصاري. ليلاس لازم ناخدها عند الدكتور، وفكرة محتاج قميص للمدرسة. بكرة رايحة معك نسحب الراتب سوا. شو سمعتني؟ لا خلاص سمعتك. مفكرتيني أطرش يعني؟ وانت كمان لا تنسي تغسلي لي تيابي. ما ضل عندي شيء لحتى ألبسه. أنا رايح. يلا باي. اسمي شايخ تمر. أنا جاي حبيبتي. ليش حكمت لسه ما رجع لهلأ؟ قدي صار لي باعته لحتى يجيب الخبزات؟ أكيد بيكون واقف مع عاصم. رح روح لعنده على المحل وسوف لازم أختار. لا ما في داعي ليلاس.